عندك ولا شو؟ اشوف هذا صمت ثلاث اشهر مودافع. شوف استوى هذا. والله ما بعرف يا معلم اني انا. يا احمد ما بصير هيك. هذا صار له ثلاث اشهر عم شوف اسمه مودافع اجار بيته. ما شوف لي شو السبب. تمام. شوف لي شو الموضوع. خذ الشباب معك وروح لهم ما بده يدفع طالعوا رموز وافراده على الزباله. في شيء محرز خذوا منه تعويض الثلاث اشهر اللي ما دفعه. طرف عليك. صار معك يا ابني؟ ما قدرنا نعمل شيء يا معلم. كيف ما قدرتوا تعملوا شيء؟ مو قلت لك بتروح بتطلعوا من البيت بتصير مي؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ مجنون انت يعني؟ والله يا معلم حاولنا بس ما طلع بيدنا شيء. لك باين انت شيء؟ كيف ما قدرتوا تعملوا شيء؟ مو قلت لك بتروح بتكبوا بالشارع؟ مين من كان يكون؟ والله انا فكرت تكون زلم. تقدروا تروحوا تطلعوا كل ليل راح اروح بذاتي كبوا على الشارع. يلا تفضلوا نشوف نشوف مين هدول الوحوش اللي خايفين منهم انتوا ما عم تحسوا بطلبوا. روح يا معلم. شو بس بدي ذكرك بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. تفضل يا مصطفى. لا يا حج لا. انت مين قال لك انه انا جاي ارميك بالشارع؟ لكن انا جيت حتى اطمن عنك وعن صحتك. انا بعرف انه الاسعار كثير غليانه والعلاج كثير غليان ولهيك جيت اطمن عنك وعن صحتك وامن لك كل حاجاتك وراح تطلع هلا مع الشباب على السياره بياخذوك على المشفى اللي انا بتعالج فيه. وإن شاء الله بصير صحتك أحسن إن شاء الله. رح أبعث لك شخص من زلمي حتى يضل يرافقك ويعتني فيك ويدير باله عليك. ورح أبعث لك الدكتور الشخصي اللي بيعالجني يضل معك كل فترة ويعالجك ويدير باله على صحتك. وأنا
تنازلت عن كل شيء الشهرين واللي فات الماضي بيني وبينك. من هون طارق هذا البيت راح يكون لك، وانا راح ابعث لك الشباب يظبطوك فيها ويكسوا ويظبطوك ويعتبروا فيك تكون مرتاح. تمام يا حجي؟ لك الله يرزقك والله يرفع نشانك والله يوفقك وينور دربك، الله يحميك ويحمي اولادك يا رب. اذا عندك اولاد الله يحميك يا رب يا رب. تفضلوا اطلعوا مع الشباب ان شاء الله بدين برا. الله يخلينا اياك يا رب، الله يخلينا يا رب، تحمي وتحمي اولادك وترفع نشانك اكثر من هيك يا رب. ما انا غيرك يا رب، الحمد لله جيتك يا رب. معلم ابنك محمود. شو بو ابني؟ شو ابنك محمود كان رح يصيبه السيارة لو لطف الله. ابنك محمود كان رح يروح فيها لآخر لحظة، ما بنعرف كيف رب العالمين نجاه من حادث السير. هو عم يقطع الطريق اجت سيارة يا معلم وكانت رح تخبطه، ما بعرف كيف صار وقفت السيارة والله نجانا ابنك بخير وسلامة من هالحادث. فالناس متوترة ومو مصدقة انه رب العالمين نجاه. شو؟ إلا ما تصدق عليه رضاك يا رب. استغفر الله أتوب إليك. استغفر الله يا رب. ليك محمد، بتحط مبلغ شهري لكل فقراء تعرفه، ما بتترك أي شخص بيعرف فقير وما بيدلك عليه. برغبتك صارت هي محمد، تصرف. يا رب تحمي لي ولادي يا رب. وعد مني يا رب راح اتصدق لاخر نفس من عمري لوجهك الكريم يا الله. يا رب الحمد والشكر لك يا رب.